التحميل الذهبي يقول: ودخل سنة الست أي 656 هجري، فسار عسكر الناصر وعليهم المغيث ابن صاحب الكرك ليأخذوا مصر. لاحظ الصراعات فيما بينهم، وكل هذا الفشل وكل هذا البؤس وكل هذا اليأس وكل هذه الصراعات والخيانة والعمالة والتحالفات مع الكافرين ومع المشركين ومع الفرنج، وكل الفشل يرموه برأس وبرقبة وعلى عاتق ابن العلقمي. إذن ما هذا الشعب، ما هؤلاء الحكام، ما هذه الشعوب التافهة الفارغة التي سقطت وانهارت وتدمرت وأخفيت من الوجود وانقلبت رأسا على عقب بسبب رجل، بسبب صورة لا تهش ولا تنش، بسبب إنسان جامد، بسبب إنسان لم يقدم لأهله، لعشيرته، لطائفته ولو الحد الأدنى من العطاء. إنسان قد تمرد على نفسه في التعامل والعمل مع الحكام الظالمين والحكومات الفاسدة. هذا الإنسان التافه استطاع أن يحطم الدول الإسلامية والسلاطين الإسلامية وأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين. ما هذه التفاهة؟ ما هذا القول الفارغ؟ ما هذه العقول الفارغة؟ إن قبلتم أن المسلمين وأئمة المسلمين وقادة المسلمين وأئمة أبناء تيمية وابن تيمية وكل المارقة وفقهاء المارقة المدلسة كلهم قد لعب بهم وضحك عليهم واستخف بهم ابن العلقمي، وانتهت هذه الدول وانتهى الإسلام على يد هذا الإنسان البسيط الوحيد الفارغ المكبل مسلوب الإرادة. لاحظ، خرافة في خرافة، روزخونية في روزخونية، أسطورة في أسطورة. يكمل يقول: ودخل سنة 656 هجري، فسار عسكر الناصر وعليهم المغيث ابن صاحب الكرك ليأخذوا مصر، فالتقاهم المظفر قطز وهو نائب للمنصور علي ولد المعز بالرمل، فكسرهم وأسر جماعة أمراء فضرب أعناقهم. التفت أمير صلاحي وولي أمر المسلمين يأسر أمراء صلاحية وأولياء أمور المسلمين فيضرب أعناقهم. وسؤال: من ابن تيمية إلى ابن العلقمي، لماذا فعلت هذا يا ابن العلقمي؟ ففرقت بين السلاطين المقدسين فضرب بعضهم رقاب بعض. للعقول المتحجرة. وأما هلاك فقصد بغداد، والكلام للذهبي، وأما هلاك فقصد بغداد فخرج عسكرها إليه فانكسروا.